وابدا ابدا كل هاي السنوات من 2012 لحد هاي اللحظه اللي انا وانت قاعدين بيها، الاقليم لا مستلم تنميه اقاليم ولا مستلم استثماريه ولا مستلم بترو دولار، كل هاي الاشياء الاقليم ما يستلمها، فقط الرواتب. والرواتب 80% إلى 85% يطلعها من إيرادات النفطية والغير نفطية، يحتاج بغداد في 15% فقط. وكان مصطفى الكاظم يرسل 200 مليار شهرياً، استمرت بعض مرات ما كان يرسل، كان يجبر رئيس الحكومة أن يسوي استقطاع من الموظفين 10% 8% ادخار إجباري، ادخار كان يجبر. لكن من كان يرسل لها كان رأساً تتحول الرواتب. يعني أنا سمعت في أكثر من مكان، حتى ممكن برنامجكم سمعت أنه رئيس الحكومة الاتحادية يرسل التخصيصات المالية للأقليم يمولهم، لكن حكومة الأقليم ما توزع. أي أنا عضو لجنة مالية وأني مسؤولة عن كلامي، وخمس سنوات أنا صار لي أعمل في هذا، وقريبة من الإقليم جدا وقريبة من الحكومة الاتحادية، أنا بنت الحكومة الاتحادية. زين. يعني أبدا أبدا ما فد يوم الحكومة الاتحادية أرسلت راتب إذا مو ثاني يوم يعني ينزل بالحساب اليوم، ثاني يوم تبدي حكومة الإقليم بالتوزيع. مرات يصادف يوم يدزون خميس، رئيس الحكومة يخلي الموظفين يوم الجمعة يداومون حتى ينطل الناس. الناس مو مثلا أزمة عادية، مو احنا اصلا اكو اشكالات على اشهر مسبقة. طيب.